نتكلم بقى في الروفنس. برضو نفس الموضوع، يعني الروفنس نفس المبدي، تمام، نفس المبدي بالظبط. جميل. لان طبعا المنطقي يعني ان الحتت دي هتبقى مور رفر والحتت دي هتبقى هي اللي ريفلكتيف. طيب انا طبعا ممكن ادبليكيت دي، تمام، واشتغل بيها، وده افتكر يعني هو ده اللي انا ناوي اعمله كده. 2 2 2 2 4 ف خليني اخد دي كلها كده، تمام، وكنترول واسحب واعمل منها دبل كده، تمام. اللي فاضل بس اني اخد الايمج دي، او ما طيب خليني اخد كده، اخد دي وتنزل على الرامب فلوت، ناخد بقى دي كده ونوديها هنا ونشوف. تمام. طيب في حاجة مهمة جدا، ان اولا انا مش محتاج الكالر. اقول لكم حاجة، خلينا نبنيها، لان ايه، عشان ما نتلخبطش. طيب هاخد من هنا احط layer color node، تمام، وهناخد الايمج الاولانية اللي هي كانت في layer 2، اللي هما الاتنين دول، هدبليكيت الاتنين دول، تمام كده احسن، لان الشيدر هيبدأ يكبر والعملية هتبقى فيها لخبطة. هاخد دي في البيوتي وهاخد دي في layer 1، تمام، بالشكل ده كده. المفروض ان اللاير دي هيحصل لها انفرت، لان الحتت دي هي اللي عايزها رف والحتت دي هي اللي انا عايزها يعني مور ريفلكتيف، تمام. فاذا انا هروح للرامب فلوت و بس شويه كده، وهنزل دي لتحت وهطلع دي لفوق، تمام. اصبحت دي هتبقى مور رفر ودي هتبقى ريفلكتيف. طبعا انا لو عايز اعمل الكونتراست ده هعمله، ده لو انت حابب، او الاحسن ما تحركش البيز بوينتس، حط نقطه مثلا هنا كده ونرفع الابيض، ونقطه مثلا تانية هنا كده وننزل بالاسود. ده لو انت حابب انك انت تعمل الكونتراست ده في الشيدر، تمام. هناخد دي، هي دي اللي هنشتغل عليها اصلا، هناخد دي ونحطها هنا في الديفيوز روفنس. في بقى حاجة اهم قبل ما نلمس دي، بصوا ال ايا واتيفر ايه اللايرز اللي احنا هنحطها هنا، هي هتمثل في الاخر الرقم ده، يعني ما تفتكرش انها هتمثل واحد، لا هي هتمثل القيمة دي، خلاص. اذا انا محتاج قبل ما احط دي كده ان انا اكون ظبطت القيمه دي، او في حل تاني، والا لو انا حابب ان انا اغير في الماكسيمم اللي بيمثله اللون الابيض هنا والمينيمم اللي بيمثله اللون الاسود هنا، تمام، ان انا كل مره افك النود واعدل وارجع اوصلها تاني، لا. في الحاله دي احنا قبل الروفنس تحديدا، تمام، ممكن نحط كلامب، والكلامب على فكره ممكن تتحط قبل السبيكولر سترينجز حتى كمان، تمام. فاحنا ممكن ناخد كلامب، حط هنا كلامب، وحتى انا هوريكم هنا الافكت بتاعها على طول يعني. فلو خدنا كلامب كده
وحطينا كلامب هي اللي في النص بين اللير وبين الانبوت، وخدنا دي حطيناها هنا كده وجينا عملنا دي كانبوت. جميل. ماكسيمم 0 ومينيمم 1. بصوا كده لو الماكسيمم 0.5، لو المينيمم 0.5، شفتوا ده حصل له ايه؟ مش هو ده نفس اللي احنا بنعمله بالرامب فلوت؟ بس هنا الفكرة ان انا بدل ما افضل اعدل في كل رامب فلوت على حدة، تمام؟ لا، انا هنا برفع اللايرز ككل، وده اللي انا محتاجه. اذا انا عايز، مش عايز ريفلكتيف جامد قوي، فانا ممكن اقول له 0.1 مثلا، وعايز الماكسيمم مش عايز يبقى واحد، يعني 0.75 مثلا. تمام. يبقى احنا لو خدنا ده ووصلناه هنا كسبيكيولر للرفنس وعملنا كده، هلاقي الدنيا بالشكل ده. طبعا الكونتراست اللي بين الرفنس والسبيكيولر مفيش مشكله فيها خالص، انا ممكن اخليها بالشكل ده كده. بس لو خدنا بالنا هنلاقي الحتت دي هتبقى مور رف، تمام، وهنا زي ما احنا شايفين بقت ريفلكتيف. تمام. هو نفس الحاجه لو احنا رفعنا ده كده، لو احنا خدنا ده كده وحطينا ده هنا اهي، مينيمم 0.02 مثلا. تمام اهو، بقى في كونتراست جامد زي ما احنا شايفين بين دي وبين دي. هنمشي على كده على طول. تمام. دي احنا خدناها كده، دي كانت المفروض لير 2، عندي بعد كده كانت لير 3، الاثنين دول مع بعض كنترول ونسحب تحت ندبليكيت. تمام. ونشوف دي ظروفها ايه. لو احنا جينا عملنا كده، برضو كالعادة هتبقى invert، ناخد دي كده ونرفع دي كده، تبقى دي more rougher. هنعمل reset للكيرف. تمام. لكن انا هاخد دي بالشكل ده كده. طبعا عايز اعمل contrast، اكيد هعمل contrast. تمام. ممكن اخدها كده حتى، تمام، بالمنظر ده حلو. وهتبقى دي، افتكر البلند مود هيبقى متهيألي لايتن، متهيألي يعني. لو احنا خدنا دي كده وطلعنا دي لبره وطلعنا دي على طول، تعالوا نبني الشيدر الاول وبعد كده نشتغل ونخلي دي بالمنظر ده. افتكر ان لايتن هتبقى هي المناسبه، ايوه، لحاجه زي ده كده. تمام. احنا لو خدنا ده بقى وديناه هنا، انتوا لو خدتوا بالكم بدأت الدنيا تتبني حبه 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 فوق بعضها. خلاص. كلامب هخليها بواحد حتى عشان الكونتراست تبان. يعني بصوا بدأت الدنيا تظبط حبه حبه فوق بعضها، ولسه لما نكمل هنلاقي الدنيا ظبطت كمان اكتر من كده بكتير. يعني اهو اهو اهي. تمام. طيب نيجي بقى بعد كده لير 4. مش هاخدها لان 4 دي كانت، ها، كانت ايه؟ الكالر، النويز كالر. لير 5 هاخد ده، لير 5 دي ده تحفه. تمام. ناخد لير 5. لير 5 معاها دي ومعاها دي ومعاها دي، كنترول ونسحب تحت وناخدهم هنا في جنب. تمام. ولاير 5 دي البلند مود بتاعها هنشوفها تطلع ايه. هناخد دي كده وناخدها، بس قبل ما نشوف بس البلند مود الاول، تعالوا نوصلها هنا. تمام. كالعادة دي الدست
هتفضل زي ما هي، دي مش هيحصل لها انفرت، لان عايز ده يبقى مور رفر فعلا، ده دست، مش كلر، مش حاجه تانية، مش هقول الكلمه التانية، تمام؟ بس ده دست. يبقى انا كل اللي انا محتاجه ان انا هنا ارفع السبيك الاكسبوجر، تمام؟ لان دي اكتر لاير، اكتر لاير، تمام، هتعمل روفنس اللاير دي، خلاص. وهنا في الرامب فلوت اشوف بقى، والله يعني ممكن نعوزها هنا، لا هنا، ايه، مش عايزها على الزيرو، انا عايزها بالشكل ده كده، حلو حلو. ناخد دي معانا كده هنا، ناخد دي معانا هنا كده، ودي تبقى لاير 3، تمام، لاير 3 الفا، وافتكر نفس البلند مود. افتكر كده، تمام، كانت محتاجة تظهر شوية. جميل 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 جميل. ناخد بقى دي ونشوف دنيتنا ايه. طب نستنى، انا هستنى يخلص ونشوف في الاخر.